عليكم ورحمة الله، حياكم الله اخوان الشرف. مقطع جديد، مقطعنا اليوم الضرب المقوس. ايش الضرب المقوس يا براد؟ بسيطة، ما يحتاج يعني، كل التحديات حتكون بنظام اللفة يا بشار. يعني على اساس انك ما تحديت الاول المرة اللي فاتت وخسرت تحدي بخمسة. لا لا بس شوف، ما تخسر. لا مو انا، لطفي ترى. يلا عوافي، ان شاء الله هذه مرة ما بخسر ولا تحدي باذن الله. شوف، لكن اهم شيء الافكار عندك. تحديات صعبة، تحديات صعبة باذن الله تعالى. هي عبارة عن كل التحديات لكن نجيبها طريقة اللفة بلفة. يعني مستقيم وافي. ايوه. طيب، يلا ماشي. اوكي، التحدي الاول. يلا شوف، حتوقف يعني من على بعد 25 30 متر من بعد المرمى. تمام تمام. حيكون ياسر طبعا واقف جوا المرمى ماسك قوس في الزاويه 90 على اليمين. زاويه 90 على اليمين، وانا من على بعد تقريبا 30 متر. ايوه تقريبا يعني، ها لك عليها. تمام، والشوط طبعا بلفه. طبعا. طيب بسم الله. اوكي اخوان بشار، صار دور التحدي الثاني. طب ادونا وجه. كمل التحدي. كلها تتحدى في تحدي هنا. اتفضل عشان تفش بس التحديات حقتك السهله. شوف بشار، التحدي هذا بمعنى الكلمه اخوان بشار ما شافوه. تحدي من النوع الصعب. تمام. اوكي اخوان بشار، نظام التحدي دائره نص ملعب تعرفوه اكيد. حيوقف بشار فيها، حيوقف على خط ملعب، حتكون الكره قدامه، وحيوقف ياسر قدامه على بعد يعني على يمينه 3 متر تقريبا. تمام حلوين. شيء زي ما انتم شايفين، ياسر مسك عصايه، حيمسكها طبعا. حتكون رافع هذه العصايه كذا، حيرفعها لفوق. انتم مخططين مع بعض يعني. اصبر بالشر. تمام، زي ما قلنا ياسر حيكون واقف في شو اسمه على قدام بالشر، حيكون ماسك العصايه. تمام. شوف الشر، حيكون هناك في مرمى صغير فوق، شايفينكم بالشر؟ حلو. شوف الشر، حتشوط الكوره وحتلفها من على العصايه وتجيبها في المرمى. بس يا لف العصايه اليود احنا. هذا هو التحدي. تبغى صعوبه؟ هذا هو التحدي. طيب خلاص، بس تلفها كذا. طيب بسم الله. تلفها كذا. يلا يلا بسم الله. وحش ربي يا شاء الله. وحش ربي يا شاء الله. والله ماني مستوعب. والله 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 انت جابك يا حل، انت شفت اللفه كيف؟ شفت بس. لا لا ما شاء الله، شوف ياسر والله يعني لفه صلاه ثبت. شوف انا اقول لك تقريبا، شوف انا اول ما شاطها فكرت بتروح هناك ولا يا حبيبي. تتخيل معايا واقف تقريبا على بعد 40 او 45 متر وشاطها وجابها لفه خم بالشار. والله اللقطه ابداعيه. انتوا شوفوا حجم الباب كيف كمان صغير. اللقطه ابداعيه بمعنى الكلمه. والله هني ما شاء الله، صلوا على النبي يا شباب. تفضل انا امشي. يلا السلام. مع السلامه يا شباب. اوكي خم بالشار، الان صار دور التحدي الثالث. جاهز بشار؟ لا. تمام. اوكي شوف، التحدي الثالث حتوقف في الكورنر. ايوه. حتشوط الكوره من خارج القدم طبعا. تمام. حتشوطها على الطاير، حتشوطها وتجيبها بشكل مقوس في المرمى. يعني انت رجعت تقريبا للمقطع القديم بالضبط. تمام، لكن هذه مره الطاير من خارج القدم. ايوه. طيب يلا بسم الله. بسم الله. يا قلبي يا شيخ، رايك؟ علمني التقويس. يجي؟ علمني. يجي منها صح؟ الصورة. خلينا نشوف التحدي الرابع كيف حيكون. ما عليكم، حفهمكم فكرة التحدي، بس خلينا نظبط الأقمار. حيكون في قمع هنا تقريبا. حيكون في قمع هنا. اوكي اخوان بشار، وحيكون ياسر طبعا واقف هناك. وحيكون اخونا بشار واقف هناك. وانا معاكم هنا. فكرة التحدي بالضبط انه حيكون بشار واقف في نص الملعب، تمام؟ حيشوط الكورة بطريقة لفة يعني مقوسة، حيجيبها في القوس اللي حيكون على الزاوية اليمين اللي تحت. وهذا هو التحدي، خلينا نشوف بشار اذا كان حيسوي. الله
عليك شيخ. علمني علمني. انتم بخير يا شباب؟ صار لكم شيء؟